هو الفترة دي ما كانش بيلعب. صح. انت الفترة دي كنت انت احسن جون في مصر صح. بجميع الاستفتات في مصر كلها، صح. وكنت في حتة يعني الحمد لله، كنت في حتة زي ما حتة انت بتقول تانية. في حتة تانية، بس لا الاختيار ما كانش كده بالمجهود يعني، امال بيه؟ الله اعلم يعني، ما كنتش شايف فيه سبب ان انا ابقى موجود بره البطولة، بس هو في الاول في الاخر ربنا عايز كده. اتظلمت؟ اه طبعا. كلمت الكابتن احمد ناجي؟ لا ما اتكلمناش يعني، هو كان اختياراته، انا اتكلمت معاه بعد البطوله، تمنيت لهم التوفيق وسبت المعسكر ومشيت. بس اصعب لحظه في حياتك دي؟ طبعا لان انت عملت كل حاجه في الكوره، بس انا يعني للامانه جت ان انا ناس كلمتني من بدري تقريبا من الدور الاول، وقالت لي ان انت مش هتبقى موجود في القايمه، الدور والكلام الاول بتاع ايه؟ الدور الاول في الدوري المصري كان في الموسم ده يعني، كان تقريبا قبل كاس العالم باربع شهور او قبل خمس العالم شهور. باربع شهور واحد بيكلمك يقول لك انت مش موجود؟ انا بقول لك والله فعلا ناس كلمتني، ناس اعلاميين كلموني قالوا لي انت مش هتبقى موجود في القايمه، واللي هيدخل مكانك كابتن شريف اكرامي. والله زي ما بقول لك كده. والكلام ده سمعته وصدقته؟ بعدها الكابتن احمد كلمني، لان الكلام ده بدا يتقال في المواقع، قال لك ايه كابتن احمد؟ قال لي ما تصدقش حاجه، انت هتبقى موجود والمنافسه بينك وبين زمايلك ولحد اخر وقت، الباب مفتوح للناس كلها. طب ما قلتش مين اتكلمت؟ ما قلتش انا اللي بلعب، انا اللي في الملعب، الحسبه بص ازاي؟ في حاجات انا ما كنتش مستوعبها ان ممكن تحصل، بس في النهايه حصلت يعني. لو كنت بلعب في الزمالك كنت رحت؟ اه كنت هروح بسهوله يعني. بسهوله؟ بسهوله. اه ليه؟ بتلعب في الزمالك، ما هو اهلي زمالك، الجون التالت اللي شغال بشكل كويس في الدوري هو اللي بيبقى موجود، ما او زمالك اهلي يعني في الجون التوقيت ده التالت. دايركت لو بتلعب في الزمالك تروح؟ اه هي اصابه احمد الشناوي هي اللي لخبطت الدنيا، كان هو بقى موجود في البطوله يعني. هو التاريخ دايما الاهلي والزمالك حريصينه في المنتخب. طبيعي طبيعي. انت مقتنع بيها؟ مقتنع بيها عشان انت دلوقتي في الزمالك ولا مقتنع بيها فعلا؟ لا مقتنع بيها لان فيها عوامل كتير، فيها ضغوطات كبيره جدا. طب افرض انت في الاهلي والزمالك مش موفق، ومثلا في الاسماعيلي مكسر الدنيا، في امبي، في بيراميدز، دي في اي بترجع بقى للجهاز الفني للمنتخب، وهو شايف ايه وشايف الحاله اللي موجود فيها الحارس عامله ازاي.